السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم محمد هاشم، ونكمل هسه محاضرات سيشن رقم 12. طبعا كان المفروض تكون هاي اخر محاضرة بمادة الام اس كي، بس اكو بعد سيشن اللي هو سيشن 13 بمحاضرة واحدة تحكي عن عضلات اللور لم تقريبا كلها، واحنا ماخذين اغلب عضلات اللور لم، يعني ما راح تكون محاضرة صعبة او فد شي، يعني محاضرة نقدر نقول تكميلية حتى نكمل محتوى اللور لم بشكل كامل. زين، هاي المحاضرة راح يحكي بيها عن شنو؟ عن النيرف انجريز، يعني شنو؟ يعني الاصابات اللي تصير بالاعصاب مالت اللور لم. اخذنا نفس فكره هاي المحاضره، ولكن كانت شنو؟ عن الابر لم. اوكي، وراح ناخذ حكي يعني فد كم سلايد عن الجيت ابنورماليتيز، يعني شنو؟ يعني التشوهات اللي تصير اثناء المشي مالت الشخص. اوكي، عندما نريد نفحص الام اس كي مال شخص، الماسكولوسكيليتال سيستم مالته، نقول له امشي حتى نشوف المشيه مالته صحيحه لو لا، نورمال لو اب نورمال. فهذا الشيء راح نعرفه، نعرف شنو النورمال ونعرف شنو الاب نورمال حتى نميز بيناتهم. بس الخلل اللي راح يصير شنو؟ انه احنا قلنا انه اخذنا الانجري مال نيرفات مالت الابر لم، ولكن مو اخذناها راسا، اخذنا اول شيء البرايكل بلكسز مالتهم، يعني عرفنا ان جاي تجي الاعصاب مالت الابر لم. هسه هنا احنا ما شارحين لنا اي شيء من الاعصاب من ناحية انه البلكسز الضفائر العصبية مالت اللور لم اخذناهن، طبعا لا، اللي هنا اللمبر بلكسز والساكرال بلكسز. فهم ضايفين محاضرة اللي هاي المحاضرة عبارة عن اصابات الاعصاب بدون ما يشرحون الاعصاب هيك يعني. فشنو احنا هسه لازم شو نسوي؟ لازم ننطي بداية المحاضرة هاي شرح للبلكسز اللي هن اثنين، البلكسز اللي هن اللمبر بلكسز والساكرال بلكسز، لازم نشرحهن وراها ندخل بالاصابات. اوكي، فبدايه راح شو نسوي؟ ندرس البلكسز. اول وحده عندنا اللمبر بلكسز، اللمبر بلكسز هذا الحكي كله انا ضفته. اوكي، هسه هذا راح تشوفونه، راح نشرحه هسه كله مني. ليش؟ لان هم ما شارحينه لكم، يعني يردوكم راسا تدرسون اصابات الاعصاب بدون ما تدرسون الاعصاب، وهذا الشيء كلش يعني غير منطقي. مثل ما سوينا بالابر وكان كل شيء بيرفكت، هسه نفس الشيء نسوي باللور حتى يكون كذلك بيرفكت. اوكي، فاللمبر بلكسز اذا نحكي عنها حالها حال فكره البريكر بلكسز، من ناحيه انه عباره عن روتات، روتس. هاي الروت اذا تذكرون كنا نقول روت يطلع من الحبل الشوكي، اوكي، من بين الفقرات، يرحن يسوون شنو؟ يسوون ترانك، سوبيريور ترانك وانفيريور ترانك وميدل ترانك. هنا بيرحن يسوون ديفيجن، انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. هنا قلنا شنو وراها؟ يسوون كورد، والكورد راح يعطيني تيرمينال برانش. هذا الحكي وين كان؟ بالبريكر بلكسز. هسه هنا كذلك عندي روتات يطلع منين؟ جذور عصبيه يطلع منين؟ من الحبل الشوكي اللي هنا. راح نبدي هو من اللمبر، اوكي؟ ف L1 L2 L3 R4 L4، يعني شنو هاي ال L وال L؟ كنا قبل نقول C1 C2 C3، هسه لا، L، شنو ال L نقصد بها؟ يعني العصب اللي طالع من يم الفقره لمبر الاولى، اوكي؟ اللمبر الاولى، فنقول L1، L2 يعني من اللمبر الثانيه، وهيك يعني، اوكي؟ فهذا اللي نقصده بال L. زين؟ راح يشاركن هذني عندنا الاربعه من ال L1 لل L4. راح تجيني مساهمة بسيطة من تي 12، تي 12 نقصد به منو؟ تي 12 اللي هو الثوراسك رقم 12، اوكي؟ يعني شنو؟ يعني الأعصاب الشوكية اللي جاي تطلع بالفقر من يم الفقرات الصدرية اللي هي الثوراسك فيرتبري، اوكي؟ هن 12، آخر واحد بيهن هو رقم 12 اللي يسمونه سب كوستال، اوكي؟ هذا راح يساعد بهاي اللمبر بلكسز. يعني هي اللمبر بلكسز مكونة من شنو؟ من اللمبر، من اللمبر نيرف، اوكي، من الاعصاب الشوكيه اللي طالعه من اللمبر، ولكن راح يساهم وياها واحد من الثوراسك نيرف اللي هو الاخير اللي هو تي 12. خلينا نجي نشوف شلون راح يصير الشغل وشلون راح تكون المنافسه. هذا الروت الاول طلع من الحبل الشوكي يسمونه L1 من اللمبر الاولى. اجى يجي جت مساهمه، جت مساهمه منه، هاي مساهمه مثل ما تشوفوا، هاي مساهمه منين جاي تجي؟ من تي 12. التي 12 شنو وضعه هو؟ التي 12 اجى من هنا، طلع هذا هو التي 12. شو يسمونه؟ يسمونه سب كوستال نيرف، يعني هو يريد يغذي المنطقه اللي جوا الكوستال، يعني جوا الاضلاع، فما له علاقه باللمبر بلكسز واللور لم هو، بس شنو؟ راح شنو؟ راح يعطي مساهمه بسيطه اللي هاي جاي انقط عليها، مساهمه بسيطه لمن؟ لل L1، فيتحدن سويه، من التحدن سويه هذا اللي جاي يمشي نسويه هسه، هذا ذني صار نسويه L1 والتي 12. راح يعطيني برانشات اثنين، هذا واحد وهذا هذا واحد، فهسه ما لكم علاقه باسمائهم، شوي شوي ناخذهم، بس لحد الان شو اخذنا؟ قلنا انه ال L1 راح يمشي وراح تجيه مساهمه من ال T 12، اوكي T 12، تحدن سويه، من التحدن سويه راح يمشي شويه سويه بعدين يعطيني برانشات اثنين، هن ذن اللي راح يغذن اللور لم. شنو ذن البرانشات؟ اليو، هايبو، جاستريك نيرف، ركزوا اليو،
اليو يعني اليوم، هايبو غاستريك يعني جو المعده، هيك يفسروها هم. اليو هايبو غاستريك نير، لان غاستريك معناها معده، هايبو معناها اسفل، فعباره عن اليو هايبو غاستريك نير يعني عصب موجود جوا منه جوا المعده. هيك يعني هيك تفسرونه، يعني هو بالابدومن ونازل لللور، اوكي نازل للاطراف زين، ينزل على الحوض راسا. والثاني شو اسمه؟ اسمه اليو انجواينال نيرف، اليو انجواينال نيرف زين. ليش اليو انجواينال؟ اليو من الاليوم، انجواينال على منطقه الانجواينال ريجن او الانجواينال ليجمنت، فعلى هالحكي صار عندنا اثنين هسه. اوكي صار ملخص لكم اياها بشكل مرتب، لا تقلقون. هسه تشوفون هسه قلنا اتحاد جاي يجي منين؟ مساهمه من التي 12 ويا من؟ ويا ال1. شبيهن شنطني طني اعصاب اثنين، اليو هايبو غاستريك نيرف والاليو انجواينال نيرف. هسه عرفت ذني اول برانشات اثنين اجني منين؟ من ذني من التي 12 والال1 زين. بنفس الوقت تشوفون هسه انه هسه خلصنا من ذني الاثنين، خلي نحط عليهن دائره، لحظه بس خلي نحط عليهن دائره حتى نخلص منهن. يا لون هذا الاول، لا العفو هذا ما له علاقه بهذا، هذا الاول وهذا الثاني زين، خلصنا منهن. عندنا هسه ايش راح يصير؟ ال L1، ال L1 هذا ال L1 راح يتحد ويا ال L2 مثل ما تشوفون اجن هنا واتحدن سويه، اجن واتحدن سويه، اجن واتحدن سويه، راح يطني نيرف، راح يطني عصب، شو يسمونه؟ جينيتو فيمورال نيرف، جينيتو فيمورال نيرف، هسه هنا تمام؟ جينيتو فيمورال نيرف، منين اجاني؟ من L1 و L2. فنجي نشوف بالتلخيص ايش مكتوب؟ L1 زائد L2 شو طاني؟ طاني جينيتو فيمورال نيرف. جينيتو من كلمة جينيتاليا، جينيتاليا نقصد بيها الأجهزة التناسلية، فيمورال يعني الفيمر مالت الثاي مالت الفخذ، فعلى هالأساس سموه جينيتو فيمورال نيرف زين. هذا العصب الثالث، منين جاني؟ L1 زائد L2 زين. بعد عندي شغلة هسه راح ناخذ شغلة مهمة، انه عندنا باعوا، بس ركزوا وياي بس تركيز ما يحتاج هالسالفة، والله حتى راح اساعدكم بحفظهم بحيث يصيرون كلش سهلات. شوفوا من ال L2 وال L3 والال 4 هذني بهن ميزه، هذني الثلاثه اللي اشرت عليهن بهن ميزه، انه عندهن ديفيجن، عندهن اقسام انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن زين. الانتيرير ديفيجن مالتهن ثلاثتهن، يعني الانتيرير ديفيجن مال ال2 والانتيرير ديفيجن مال ال3 والانتيرير ديفيجن مالت ال4 شبيهن، راح يتحدن سويه حتى ينطني نيرف يسمونه اوبتوريتر نيرف، اوبتوريتر نيرف يطب الاوبتوريتر فورامن زين، الاوبتوريتر فورامن فسموه اوبتوريتر نيرف. منين جاني؟ من 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 برانش اللي هو الانتيرير برانش او انتيرير ديفيجن مالت ال L2 ويا من؟ ويا الانتيرير ديفيجن مالت L3 اجن سويه، ذن الاثنين مسويه نزلن هيجي، واجتهم مساهمه كذلك من ال L4 فصار كلهم سوا جطني الاوبتوريتر نيرف. نجي نشوف يقول انه الانتيرير ديفيجن، انتيرير ديفيجن مالت منو؟ مال L2 L3 L4 شطتني اوبتوريتر نيرف، وهذا العصب الرابع باللمبر بلكسيس. اوكي اربع اعصاب عرفناها هسه، هسه هذا اخر واحد منين جاني؟ من الاقسام الاماميه اللي هي الانتيرير ديفيجنز، مالت منو؟ منو؟ مال L2 L3 و L4 طتني الاوبتوريتر نيرف زين. عرفنا هسه تفاصيلها زين. بنفس الوقت احنا قلنا عندهن انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن، هذن هنا نفسهن ال L1 عفوا ال L2 وال L3 وال L4 مو عندهم بعد بوستيرير ديفيجن؟ البوستيرير ديفيجن مالتهن ثلاثتهن، يعني البوستيرير ديفيجن مالت ال L2 والبوستيرير ديفيجن مالت ال L3 ومالت ال L4 راح يتحدن سويه حتى ينطني اكبر عصب موجود بهاي البلكسس اللي شو اسمه يسمونه فيمورال نيرف، فيمورال نيرف. فهسه الفيمورال نيرف منين جاني؟ من الانتيرير ديفيجن مالتهن ثلاثتهن. نجي نأشر شلون؟ هذا يجاني هاي من ال L2، هذا الانتيرير ديفيجن مالته، العفو البوستيرير، بوستيرير ديفيجن مالتهن كلهن، هذا هو الاول، وهذا من ال L3 هم اجاني سوى هيجي، ومن ال L4 اجى هيجي، فاربعتهن او ثلاثتهن العفو البوستيرير ديفيجن مالتهن ثلاثتهن شو الثاني؟ الفيمورال نيرف. فنجي هنا سوري هذا البوستيرير ديفيجن، هذا البوستيرير ديفيجن مالت ال L2 L3 L4 شو الثاني؟ انطاني فيمورال نيرف، انطاني الفيمورال نيرف اللي هو شو يعتبر؟ لارجست نيرف اوف لمبر بلكسز، هو اكبر عصب باللمبر بلكسز زين. هسه خلصنا من عنده، انه ايش راح يصير؟ انه بالانتيرير ديفيجن مالت L2 و L4 ايش راح تعطيني؟ هسه نجي نشوفها، انا قلت يمكن L2 و L4 هو اقصد L3 و L4. الانتيرير ديفيجن، الانتيرير ديفيجن بسبعوا لي هسه الانتيرير ديفيجن مال هذا والانتيرير ديفيجن مال هذا راح يتحدن سويه حتى ينطني عصب شو يسمونه؟ يسمونه
ما مكتوب هنا انا؟ ما مكتوب، يسمونه اكسسوري اوبتوريتر نيرف، اكسسوري اوبتوريتر نيرف. منين جاني؟ من الانتيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن مالت منو؟ مال ال 3 وال 4. فهسه الانتيريور ديفيجن مالت ال 3 وال 4 هذين الاثنين، هذا وهذا ايش جاي يعطوني؟ جاي يعطوني الاكسسوري اوبتوريتر نيرف، اكسسوري اوبتوريتر نيرف انتيريور ديفيجن مالت ال 3 وال 4، يعطيني الاكسسوري اوبتوريتر نيرف. صار عندي اثنين اوبتوريتر، واحد اسمه اوبتوريتر نيرف اللي هو الرئيسي، وهذا اسمه اكسسوري اوبتوريتر نيرف يعني ثانوي او مساعد له، مساعد يعني. اوكي اكسسوري يعني مساعد. زين هسه بعد عندنا اخر شيء وراح تخلص هاي اللمبر بلكسز، يعني شفتوا شلون سهله؟ انه ايش راح يصير؟ البوستيريور ديفيجن مالت ال L2 و L3، بوستيريور ديفيجن، ركز بوستيريور جاي نقول، مالت L3 و L2 تمام؟ L3 و L2 ايش راح تعطيني؟ اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف. يعني وين؟ ركز وياي، البوستيريور مال هذا مال L2 والبوستيريور مالت ال L3 ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني الفيمورال او يعطيني اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف، لاترال فيمورال كوتينيوس نيرف. هسه هن خلصناهن، سوري بس هذا اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف. نجي هسه نراجعهن، بس خليني اشر على هذا انه اخر شيء البوستيريور ديفيجن مالت ال L2 L3 شبيهن شطني اللاترال فيمورال كوتينيوس نيرف. زين سوري هسه هنا هذن كلهن كم برانش؟ سبع برانشات، سبع برانشات اخذناهن، سبع برانشات. خلي نجي نرتبهن زين، نجي نلخصهن سويه، بس خلي امسح هاي الشخابيط لحظه. ايش عندي انا؟ عندي سبع برانشات زين، طلع لي اثنين من اللمبر بلكسس. اول واحد او الاول والثاني هذا الاليو هايبوغاستريك والاليو انيجوينال، اجني منين؟ من ال1 ومساهمه من التي 12 او التي 12 زين. هنا وجاني عصب ثالث منين؟ شو اسمه هو؟ جينيتو فيمورال نيرف، جينيتو فيمورال نيرف، جاني ال1 ال2 تحت نسوي الطنية. زين هنا بالانتيريور ديفيجن مال ال2 ال3 ال4، الانتيريور ديفيجن مالتهن انا الانتيريور حاط يعني حاط جوا خط احمر مثل ما تشوفون، هذا الانتيريور ديفيجن مثلا، هذا انتيريور ديفيجن حاط جوا خط احمر مالت منو؟ منو مال ال2 ال3 وال4، شو طني؟ اوبتوريتر نيرف. زين هنا بالبوستيريور ديفيجن مالتهن ذن ثلاثة اللي هن L2 L3 L4، ثلاثة تنشبيهن البوستيريور ديفيجن مالتهن انطاني الفيمورال نيرف، الفيمورال نيرف اللي هو اكبر واحد باللمبر بلكسس. اوكي زين الانتيريور ديفيجن نوب مالت ال2 وال3، العفو ال3 و4 اوكي، الثالث والرابع شو طتني؟ طتني الاكسسوري اوبتوريتر نيرف. اوكي انه بالبوستيرير ديفيجن يعني الاقسام الخلفيه مال منو؟ منو مال الثاني والثالث، الثاني والثالث وليس الثالث والرابع، لا ركزوا يعني جاي يصير شوي تباين بسيط، انه هنا الثاني والثالث شطتني تتني اللاترال كوتينيوس نيرف. اوكي وبعدك واحد ثامن، ده هذا السابع طبعا، وبعدك واحد ثامن ما لكم علاقه به. اوكي لان هو هذا ايش بيه؟ راح يروح يتحد ويا الساكرال بلكسس، راح يتحد ويا الساكرال بلكسس اللي راح ناخذه بعد شويه. اوكي وراح نحكي عنه. عموما هسه عندكم سبع برانشات اوكي نرقمهم هنا، هذا السابع، شوفوا هاي الارقام كاتبهن يعني حتى تحفظوا لي اياهن كلهن، كل واحد تعرفون وين جاي يجي. زين هنا خلصنا من اللمبر بلكسز بهالبساطه، شفتوا يعني اسهل من البريكل بلكسز. البريكل بلكسز كانت لوحدها عندها محاضره كامله لان بيها روت وديفيجن وترانك وكورد النوع والتيرمينال برانش. هسه لا، وين هسه؟ ما عندنا هسه، عندنا بس روتات اللي هنا عددناهن ذني، ذني الروتات. اوكي ذني هذا روت، هذا روت، ان الروتات هنا اخذنا الديفيجنز والتيرمينال برانش اللي كانت سبعه. اوكي اخذنا هسه اللمبر وكملناها. عندنا الساكرال، الساكرال بلكسز راح يجي يساهم وياها واحد منين؟ من اللمبر. يعني شنو؟ احنا مو قلنا اللمبر بيها سبعه؟ قلنا اللمبر بيها سبعه، سبع برانشات. اوكي ولكن اكو واحد اضافي يعني الثامن راح يروح ما يجي ما يشارك بالهذا، يعني هو راح يطلع من اللمبر بس ايش راح يسوي؟ راح يروح يساعد الساكرال. اوكي راح يعوف اللمبر ويروح يساعد الساكرال، فبالتالي راح يصير امتزاج بين الساكرال بلكسز وبرانش من اللمبر، فيسموها لمبو ساكرال بلكسز، لمبو ساكرال بلكسز. ليش؟ لان جاي يصير مساعده بين اللمبر والساكرال، انه اللمبر جاي تعوف جماعتها، اكو برانشات من اللمبر جاي تعوف جماعتها وتجي تساعد الساكرال. زين لهنا شغلنا عدل.
من هنا الروتات المسؤولة؟ من هنا الروتات المسؤولة؟ ما دام هي S، أوكي ساكرال S1 S2 S3 و S4، قلنا جاي تجيها مساعدة من اللمبر، من اللي جاي يساعد من اللمبر؟ من هو الخائن أو اللي عاف جماعته وجهنا؟ هو ال L5، احنا عندنا 5 ايلات، هنا شخذنا؟ هنا أخذنا بس 4، ذني بس 4 ايلات، أوكي اللمبر اللي أخذناه هنا آخر شيء شنو كان بهن؟ L4 بس، ما عندنا L5، وين راح ال L5؟ هذا هو جاي يساعد الساكرال، أوكي هذا هو جاي يساعد الساكرال، وراح تجي شوية مساهمة بسيطة منين؟ من ال L4. اوكي يعني ال L4 يساعد بالساكرال ويساعد بمن باللمبر اثنينهن زين. فهسه هيك وضعيتنا تمام، انه عرفنا منين جاي تجيني، منين جاي تجيني الساكرال او اللمبو ساكرال بلكسس، عرفنا مكوناتها عرفنا جذورها، بس شلون جاي تتحدى؟ شنو الديفيجن مالتها حتى تعطيني التيرمينال برانش؟ نجي نشوفهن، نجي انه نحن حنقسمهن انه ذني كلهن يحتوون على انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن زين. البوستيرير ديفيجن راح تعطيني 3 نيرفات زين، دني كاتبهن قبالكم 3 نيرفات محوطهم بالاحمر زين، بينما الانتيرير ديفيجن الاقسام الاماميه هم راح تعطيني 3 برانشات او 3 نيرفات زين، وعندي اثنين بعد اللي بالاخضر ذني خبط يعني انتيرير وبوستيرير، انتيرير وبوستيرير. نجي هسه نشوف انه راح ناخذ جماعه البوستيرير اللي هنا ثلاثه، البوستيرير ديفيجن مالت منو منو؟ مالت اذني الثلاثة اللي خلنا نمسح، يعني البوستيرير ديفيجن مال هذا والبوستيرير ديفيجن مال هذا والبوستيرير ديفيجن مال هذا، اوكي شبيهن جاي يعطيني نيرف. نجي نشوفها من هو هسه هن L4 L5 S1 اوكي L4 لحظة L4 L5 S1 شبيهن البوستيرير ديفيجن مالتهن راح يعطيني نيرف راح اسميه سوبيريور جلوتيال نيرف، يعني شنو؟ يعني عبارة عن عصب شبيه طالع من فوق الجلوتيال سوبيريور بس، او يعني راح يروح للجلوتيال بس. ليش سميناه سوبيريور؟ ليش يعني بالضبط سوبيريور؟ لان هو راح شنو؟ شوفون حرف تشوفون حرف اليو، هذا حرف اليو اقصد ابر، يعني شنو يعني فوق؟ فوق بالنسبة لشنو؟ يعني سوبيريور المن سوبيريور لعضلة البايريفورمس ماسول، عضلة البايريفورمس راح يطلع من عندها من فوقها هذا النيرف، فالسوبيريور جلوتيال نيرف هو راح يعبر من فوق عضلة البايريفورمس، لذلك سميته سوبيريور جلوتيال نيرف، اوكي منين جذوره؟ L4 S1 S2 وقلنا ابر، من تشوفون حرف يو هسه مو حاط لكم حرف يو اوكي معناها شنو؟ معناها جاي يطلع هذا العصب جاي يطلع من فوق منو؟ من فوق البايريفورمس ماسل من فوقها ابر الها، بينما اذا شفتون كاتب حرف ال معناها جاي يطلع لبر الها يعني انفيرير الها من جواها جاي يعبر زين؟ لهنا شغلنا عدل؟ زين. فهسه لهنا عرفنا الاول منين جاني؟ من ال L4 و L5 و S1، هسه العصب اللي بعده شو راح نسوي؟ نفس هندني اللي مأشرين عليهم بالازرق راح يطلع من عندهن ونضيف لهن واحد جوا اللي هو الاس 2 نضيفه راح يدخل بالحسبه وراح يساهم بانتاج العصب الثاني، ولكن شنو؟ ال L4 راح ينشال، هذا ال L4 راح نطلعه برا الحسبه، يعني شنو؟ يعني ما مشمول، اللي عندي هو المشمول هسه راح يصير بهذا العصب الثاني L5 S1 S2، اوكي ايش سوينا هسه احنا؟ شلنا الرابع طلعناه وضفنا S2، فهسه اللي راح يشاركن بهذا النيرف هن L5 S1 S2، نجي نشوفهن انه عندنا L1 S1 العفو اس L5 العفو L5 و S1 و S2 اوكي البوستيرير ديفيجن مالتين هذني مجموعه البوستيرير اصلا، فالبوستيرير ديفيجن مال ذني L5 S1 S2 راح يعطيني عصب اسمه انفيرير جلوتيال نيرف، انفيرير جلوتيال نيرف اوكي. وش جاي شنو هذا؟ L معناها شنو؟ يعني لور للبايريفورمس ماسول، اوكي هسه عرفنا العصب الثاني شنو الروت مالته ومنين جاي يعبر؟ من جوا عضله البايريفورمس زين، عضله البايريفورمس طبعا شارحيها احنا سابقا زين. هسه هنا تمام، هسه ايش راح نسوي؟ هسه ذني ان المشاركات بالعصب الثاني، هسه ايش راح يصير؟ راح العصب الثالث هو راح يشاركن به البوستيرير ديفيجن مال منو منو؟ مال ال خلي الون بالاحمر مال هذا نفسه الاس 1 والاس 2 نفسه اوكي، ولكن هذا راح يطلع برا الحسبه الاس 5 العفو الال 5 نطلعه برا ما لنا علاقه به، يعني ما مشمول بهذا العصب الثالث، لعد العصب الثالث منين جاي يجيني؟ من البوستيرير ديفيجن مالت اس 1 واس 2 بس، اوكي اس 1 واس 2، فهسه البوستيرير ديفيجن مالت اس 1 واس 2
جاي يعطيني نيرف، هذا النيرف وين راح يروح؟ للبايريفورمس نفسها، هذا لا راح يعبر من فوقها ولا راح يعبر من جواها، وانما راح يروح لها مباشره يغذيها. فشو يسمونه؟ على اسم العضله، هو اسم هو عصب راح يروح يغذي البايريفورمس، فيسمونه نيرف تو بايريفورمس، هذا كله اسمه، اوكي؟ نيرف تو بايريفورمس، اوكي؟ فهذا هذا العصب راح يروح للعضله نفسها، راح يغذيها منين؟ جذوره S1 و S2. زين، هسه لنا شغلنا عدل. نجي هسه للمجموعه اللي مو طالعه من البوستيرير، هسه كملنا جماعه البوستيرير الثلاثه، هسه وراها راح ناخذ شنو؟ الانتيرير. بس قبل لا ناخذ الانتيرير خلي نراجع البوستيرير. البوستيرير قلنا ايش قد؟ قلنا ثلاث اعصاب، الاول اسمه سوبيريور جلوتيال نيرف وجاي يعبر من فوق عضله البايريفورمس، زين؟ الثاني اسمه انفيريور جلوتيال نيرف وجاي يعبر من جوه عضله البايريفورمس، بينما الثالث هو منين شو اسمه؟ هو اسمه نيرف تو بايريفورمس، هذا راح يروح للبايريفورمس، عضله البايريفورمس نفسها، لا راح يعبر من فوقها ولا راح ينزل من جواها، زين؟ زين، هسه الانتيرير اللي راح هسه الاعصاب الثلاثه اللي راح يطلع من الانتيرير ديفيجن، من الاقسام الاماميه مالت ال L4 L5 S1. اوكي، شنو هسه؟ خلينا نشوف. يعني هالانتيرير ديفيجن مال L4، خلينا نجي نرسم انتيرير ديفيجن مالت L4، انتيرير ديفيجن مال S5، العفو L5 ومالت S1. هسه شنو انتيرير ديفيجن؟ ركزوا، جاي نقول انتيرير ديفيجن، مو مساع، كنا نحكي بوستيرير. هسه اقسام خلف اماميه، هذني الثلاثه، هذن الثلاثة راح يشاركن انه ينطني النيرف الاول من جماعة الانتيريور اللي شو اسمه؟ اكو عندنا عضلة اسمها كوادريتس فيمورس مسل، صح؟ راح يروح لها هذا العصب، اوكي؟ فيسمونه على اسمها، يسمونه نيرف تو كوادريتس فيمورس مسل، حاطين حرف ال احنا هنا، معناه هذا شنو؟ يعبر من جوه عضلة البايريفورمس، لور تو بايريفورمس مسل، او انفيريور لها، انفيريور تو بايريفورمس مسل. اوكي، راح يعبر من جواها. منين جذوره؟ L5 L4 L5 S1 L4 L5 S1. زين، النوب شنو؟ النوب هم نفس الفكره، راح نحذف هسه ذني الثلاثه، ذني الثلاثه هن شاركن بالعصب الاول، نجري نشوف العصب الثاني راح يكون، راح يكون لنا الي الانتيرير ديفيجن مال منو؟ مالت ال L5 نفسه، وال L والعفو ال S5 وال S1، العفو ال S1، اوكي، ونضيف عليها ال S2، اوكي. بس شو نسوي؟ نحذف ال L4، نحذف ال L4 يطلع برا الحسبة، هذا ال L4 شخبط عليه، قلت ما لك علاقة، ما مشمول. اللي هسه اللي عليها دائرة حمراء هن راح يشاركن بمن؟ بالعصب الثاني اللي راح، يعني ذن الانتيرير ديفيجن مالته راح يعطيني العصب الثاني اللي هنا L5 S1 S2. اوكي، ال L4 طالع برا الموضوع، فهسه هاي L5 S1 S2 راح يعطيني نيرف يروح لعضله اسمها اوبتريتر انترنس، شارح لكم اياها قبل سابقا، شو يسموه هذا النيرف؟ على اسمها، فيسمونه نيرف تو اوبتريتر انترنس، حاط له حرف ال، معناها شنو؟ معناها هذا من جوا البايريفورمس مسول. زين، لهنا تمام، هسه عرفنا العصب الثاني من جماعه الانتيرير ديفيجن، منين طلع لي؟ من L1 S، العفو L5 S1 S2، L5 S1 S2. زين، وراها عندي الانتيرير ديفيجن مالت البقيه، يعني منو؟ الانتيرير ديفيجن مالت البقيه، يهن اللي هسه ايش نقصد؟ نقصد انتيرير ديفيجن مال S2، اوكي؟ وياها بعد منو؟ وياها ال S3 وال S4، هذني الانتيرير ديفيجن مالتهن راح يعطيني نيرف بعد ثالث، اوكي؟ من جماعه الانتيرير، اوكي؟ الانتيرير ديفيجن راح يعطيني نيرف، الانتيرير ديفيجن مالت الاس 2 والاس 3 والاس 4 راح يعطيني نيرف. هذا النيرف شنو هو؟ يسمونه بيودندل نيرف، بيودندل نيرف، منين جاني؟ من الانتيرير ديفيجن مالت اس 2 اس 3 اس 4، اس 2 اس 3 اس 4، اعطني نيرف اسمه بيودندل نيرف. شو هذا؟ راح تقول لي تمام كاتب لا يمه حرف يو، لا يمه حرف ال، يعني هو فوق البايريفورمس لو جواها لو شنو؟ اقول لك هذا لا هيك ولا هيك، هذا راح شو يسوي؟ يطلع راسا ويفتر يدخل باللسر، راح يطلع من الجريتر سياتيك فورامن، اوكي؟ وراسا يفتر يدخل باللسر سياتيك فورامن، حتى شنو؟ حتى يروح لمنطقة البرينيوم اللي شرحناها سابقا، اللي هي منطقة بين فتحة المخرج وبين فتحة الفتحات التناسلية بيناتهن، اوكي؟ شكلها معيني حتى مثل ما ذكرناها سابقا، فهذا راح يروح لها هاي المنطقة حتى يغذيها، وهو يعني الميجر
الميجر سوماتيك نيرف تو برينيوم، يعني هو العصب الرئيسي بمنطقة البرينيوم. يا هذا البيودندال نيرف منين جاني؟ من الانتيرير ديفيجن مالت اس 2 اس 3 اس 4. راح نرجع ونقول ليش ما قلنا انه هو جاي يعبر من فوق البايرفورمس ولا من جواها؟ يعني نقول هو ما راح يطلع هيك، وانا ما راسه راح يفتر ويرجع يدخل وين؟ بالجريتر سياتيك فورا، الليسر سياتيك فورا من العفو، اوكي الليسر سياتيك فورا من، ويدخل منطقة البرينيوم ويكون هو العصب الرئيسي بيها. شو اسمه هو؟ اسمه البيودندال نيرف. البيودندال نيرف هسه اخذنا ثلاثة من جماعة الانتيرير ديفيجن اللي هن نيرف تو كوادريتس فيموروس، نيرف تو اوبتريتر انترنس، والثالث هو البيودندال نيرف اللي راح يروح للبرينيوم. زين؟ زين هسه نجي جماعة الخبط، يعني شنو؟ يعني لا انتيرير ولا بوستيرير، وانما اثنين سوية. يعني تجيها ديفيجن من الانتيرير وديفيجن من البوستيرير، اوكي؟ ويطني عصب. هذا العصب هو اكبر عصب بالجسم، اكبر عصب بالجسم. راح تقول لي قبل شوي حكيت عن الفيمر، الفيمورال نيرف، وقلت هو اكبر عصب. صح، قال لك انا قلت اكبر عصب باللمبر بلكسس، بس هذا شنو؟ هذا السياتيك نيرف هو اكبر عصب بالساكرال بلكسس، واكبر عصب شنو؟ بالجسم كله. اوكي، يعني اكبر من كلهن، وراح نشوف اليوم عندنا حكي هواي وياه. عموما منين جاي يجيني؟ من الانتيرير ديفيجن والبوستيرير ديفيجن. مالت منو؟ مال ذني كلهن اللي كاتب لكم اياهن. يعني الانتيرير ديفيجن والبوستيرير ديفيجن مالت ال L4 وال L5 وال S1 وال S2. زين؟ راح تقول لي وال S3؟ اقول لك هذا اصلا عنده بس انتيرير ديفيجن، ما عنده بوستيرير ديفيجن، لذلك راح ناخذ بس من الانتيرير مالته. اوكي، جاست انتيرير ديفيجن. فالفكره هسه منين جاي ناخذ؟ من الانتيرير والبوستيرير مالت منو؟ مالت ال L4 وال L5 وال S1 وال S2 وال S3. انتيرير ديفيجن مالت هذا، والانتيرير ديفيجن مال هذا، والانتيرير ديفيجن مال هذا، والانتيرير ديفيجن مال هذا، والانتيرير ديفيجن مال هذا. زين، والبوستيرير ديفيجن مال هذا، والبوستيرير ديفيجن مال هذا، والبوستيرير مال هذا، والبوستيرير مال هذا. ولكن الاس 3 ما نذكر سالفته من البوستيرير، ليش؟ هو ما عنده بوستيرير، ما راح يشارك، يعني يشارك بس بالانتيرير مالته. فيعني ذن الاعصاب كلهن، ذن الروتات كلهن يشاركن وينطن السياتيك عن طريق الانتيرير ديفيجن والبوستيرير ديفيجن مالتهن. زين، ولكن الاس 3 الساكرال الثالث شبيه هذا ما عنده بوستيرير، فينطي بس الانتيرير مالته. اوكي، فهيك الفكره. شو اسمه هو النيرف هسه هذا الكبير؟ اسمه سياتيك نيرف. هذا يما حرف ال معناها يعبر من جوا عضله البايريفورمس مسل، من جواها وليس من فوقها. زين، وعندنا بعد واحد ثاني هم خبط، هم انتيرير بوستيرير، اسمه بوستيرير كوتينيوس نيرف تو ثاي. اوكي، يعني اوف ثاي العفو. هذا لا تدوخون روحكم بيه، نركزوا على ذني. هو يعني هوسته اكثر بعد من ذني، فما يحتاج انه يعني ما يحتاج نعرف الروتات مالته. اهم شيء سياتك نيرف هسه هنا بهاي المجموعه اللي هي مكونه من اثنين، اهم شيء تعرفوا لي سياتك نيرف وشنو وضعيته. من الانتيرير ديفيجن والبوستيرير ديفيجن مال الذني كلهن، بس الاس 3 شبي بس انتيرير، بس انتيرير ما يعطيني البوستيرير. ليش؟ يعني هو ما عنده بوستيرير اصلا. الاس 3 ما عنده ديفيجن خلفي، بس ديفيجن امامي. لهنا عرفنا كل تفاصيل اللمبر والساكرال بلكسس، ونقدر هسه نفوت على المحاضره مال اصابات الاعصاب بشكل مباشر. ليش؟ لان هسه احنا عرفنا كل اساسيات اعصاب اللور لب. هاي هذا البارت جدا مهم وجدا اساسي، اوكي، حتى نعرف تفاصيل الاعصاب بال بيش يسمونه بالصفحات الجايه، بالسلايدات الجايه. هذا هو السياتيك نيرف، السياتيك نيرف هذا هو جاي يشوفون انه هو مزدوج. يعني شنو؟ يعني مكون من عصبين ملتحمات سويه. خلي اشوفكم بشكل اوضح، لحظه اكو صوره توضح. جاي يشوفون هذا السياتيك نيرف شبي، هذا هو شكبره، بس خلي ارسم بالاحمر. هذا هو كله، هذا كله. زي يشوفون اكو خط بنص، هذا الخط، هذا الخط بالنص، هذا جاي جاي يسوي قسمين، قسم يعني او جزئين. الجزء الواحد نسميه بورشن، فتو بورشنز. اوكي، واحد راح يروح على التيبيا يسمونه تيبيال بورشن، واحد راح يروح للفابيولا يسمونه فابيولر بورشن. فمعناها السياتيك نيرف هو عباره عن عصبين ملتحمات مع بعضهن. اوكي، عباره عن عصبين ملتحمات مع بعضهن، راح ينقسم بعدين وينطيني هذا من الاقسام الاثنين. يعني ينطيني قسم يروح للفابيولا يسمونه فابيولر او كمان فابيولر نيرف، اوكي، وراح ناخذه بعد شويه. والثاني يروح للتيبيا فيسمونه تيبيال نيرف، هذا هو السياتيك نيرف. فمثل ما تشوفون هنا شلون جاي هسه هو، هذا هو السياتيك نيرف، هذا هو هنا، هذا هو مكون من اعصاب اثنين ملتحمات مع بعضهن. راح ينزل، ينزل هذا هو جاي ينزل، اوكي، هنا من نزل راح ينفصل، صار هذا قسم وهذا قسم، صار قسمين، ظل يمشن اثنين. قلنا واحد راح يروح للفابيولا،
هذا اللي راح يروح للفيبيولر، شو نسميه؟ كومن فيبيولر نيرف، اكو ما يسمونه فيبيولر وانما يسمونه بيرونيال، فنقول كومن بيرونيال نيرف نفس الشيء، كومن بيرون خصوصا في هاي المحاضره مسميه كومن بيرونيال نيرف، بس هو بالواقع نقدر نقول كومن فيبيولر نيرف، ليش؟ راح يروح للفيبيولا. زين، والثاني قلنا راح يروح للتيبيا، فش نسميه؟ نسميه تيبيال نيرف، نسميه تيبيال نيرف، اوكي؟ تيبيال نيرف. طبعا اكو برانش يسمونه او نيرف صغير يسمونه سورال نيرف، ما لنا علاقه بيه هسه، احنا شغلنا مو وياه، شغلنا ويا ذن الرئيسيات اللي هن التيبيال والفابيولر او الكمان فابيولر. زين، هذني هذا واحد اوكي، وهذا الثاني اللي هو الفابيولر والتيبيال نيرف. زين، لهنا شغلنا عدل، عرفنا تفاصيل السياتيك. هنا نفس الشيء، هذا هو اجه، طبعا احنا قلنا يعبر من جوا عضلات البيريفورمس، بس ما واضحه هنا بالصوره، هناك موجوده ما موجوده العضله، هنا العضله هنا مكانها، هاي عضله هيش مكانها، فهو شنو يعبر من جواها، هنا منها جاي يعبر من جواها وليس من فوقها، مو من فوقها اوكي، وليس من فوقها. زين، هنا تمام، هو هسه احنا لحد الان ذكرنا بس واحد يعبر من فوقها اللي هو شو اسمه، سوبيريا جلوتيال نيرف، سوبيريا جلوتيال نيرف هو اللي راح يعبر من فوقها، هذا هو من هنا يعبر هيك ويصعد لي فوق. زين، ويغذي عضلتين راح نشرح عنهم بعد شويه ونعرف تفاصيلين. هذا هو نفسه السياتيك نيرف، نزل هيك راح يعطيني برانشين، هذا واحد وهذا واحد، واحد يسمونه كمان فيبيولار نيرف او قلنا بيرونيال نفس الشيء، والثاني اسمه تيبيال نيرف، تيبيال نيرف اوكي، وهذا السورال نيرف اللي قلت لكم عليه. زين، هيك شغلنا اللي هنا تمام، هذا هو نفس التيبيال نيرف راح ينزل لي جوا، راح ينزل جو لي جوا ويوصل يعني هاي هسه هو بالليج، بالليج يعني موجود بالساق. زين، وطبعا شنو، خليني اوضح لكم شغله، زين والله زين انتبهت، شوفون هنا وين جاي مباوع؟ بوستيرير، فمعنى هذا وين ينشاف السياتيك نيرف؟ وين موجود؟ اللي ورا، ما موجود اللي قدام، العادي هو اللي موجود اللي قدام، نقول الفيمورال نيرف موجود اللي قدام وراح يغذي لنا الانتيريور ثاي، يعني الانتيريور كومبارتمنت مالت الثاي راح يغذيها الفيمورال نيرف، بينما البوستيرير عن طريق السياتيك نيرف، اوكي؟ سياتيك نيرف. زين، حاب اقول لكم شغله بعد، ملاحظه حتى نعوف سالفه هاي الاعصاب والاساسيات، بس شوفوا شغله، انه هسه هنا يخو ماكو اعصاب، هاي الصوره ماكو اعصاب، صح؟ ماكو اعصاب بس شرايين، هنا ماكو اعصاب بس شرايين. فاللي اريد اوضحه انه هنا سيادك نيرف راح ينزل، نزل، خلي اكبر شوي الخط، هذا سيادك نيرف حجمه كبير ونزل اوكي، هو من ورا، واكو اعصاب ثانيه هنا، ذن اللي عددناه كل الموجودات بالثاي عادي يعني، اوكي موجودات بالثاي، ولكن من نعبر الركبه ذكرني البقيه كلهن، الفيمورال نيرف والبقيه كلهن راح يخلصن، يعني برانشاتهن توقف يعني كموتور كعضلات، بعد ما يغذي العضلات اوكي، يعني لهنا وينتهن، باستثناء منه، باستثناء سياتك نيرف راح ينزل جوا الركبه ويغذي لنا التفاصيل مالت الساق كلها اوكي، من ناحيه عضلات ويغذي لنا عضلات الفوت كذلك وتفاصيل الفوت كلهن. زين، هسه لهنا يعني شنو راح هسه شو تريد، وين تريد توصل يا محمد؟ اريد اوصل لك النتيجه انه الاعصاب مالت اللور لم كلهن يوصلن للركبه وينتهن، باستثناء السياتك نيرف هذا راح ينزل لي جوا ويغذي عضلات الليج والفوت، يعني هو الوحيد اللي يغذي الليج والفوت، معناها اذا صارت اصابه بهذا النيرف فالعضلات اللي جوا الركبه راح توقف، يعني من الركبه والتنازل كله واقف ما يشتغل، ليش؟ لان يعني اللي يغذي عضلات الساق فما يعني الركبه فما دون من الركبه والتنازل، فمعناها شنو؟ فمعناها هو اللي يغذي هنا اللي هو السياتيك نيرف، فراح يوقفون اذا صارت بي اصابه او انجري. زين، وهذا الشيء راح نوضحه بعد شويه، بس حبيت اقول لكم منها ما دام الصوره موجوده. زين، بينما الاعصاب البقيه لا، بعد ما تغذي عضلات حدها للثاي، ممكن تغذي جلد من الساق من الليج اوكي، بس مستحيل تغذي عضلات من الليج والفوت الذني، بس للسياتيك نيرف اوكي، عن طريق البرانشات مالته اللي هنا التيبيال نيرف والفيبيولر او الكمان فيبيولر نيرف او اللي سميناه كمان بيرونيال نيرف، مثل ما قلنا وين هذا هو، بس لحظه، هذا كمان فيبيولر نيرف او كمان بيرونيال نيرف مثل ما وضحنا، لهنا امورنا تمام كلش. خلي هسه هنا نقدر نبدي بالمحاضره مالتنا بشكل سليم، ليش؟ لان هسه الاعصاب من ينذكرن انتم تعرفون تفاصيلهم كلهن، ماكو شيء غامض عندكم، تمام؟ وهذا الشيء اللي تعودناه انه ما نخلي غموض بشيء. طبعا لهنا ننهي البارت الاول من المحاضره، حتى شنو؟ حتى تراجعون المعلومات اللي اخذناها وتضبطوهن، بعدين تجون تكملون البارت الثاني والتكمله، تمام؟ مع السلامه.